مشاهدينا، وللحديث عن محاولات الأحزاب نشر الطائفية والتعصب المذهبي داخل الجامعات العراقية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، ومن كوالالمبور عبر الهاتف أيضا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمود المسافر. نبدأ معكم دكتور ثامر ونرحب بك. حياكم الله. لماذا اعتبرت هيئة علماء المسلمين إفساح المجال لرجال العتبة الحسينية بالتبليغ الديني في الجامعات خطوة لإثارة الفتنة وبث الأفكار الدخيلة على جسد المجتمع العراقي؟ هيئة علماء المسلمين اليوم أصدرت هذا البيان لأن القرار هو صادر من وزارة التعليم إلى إدارة الجامعات بالسماح لمبلغي العتبة الحسينية أن يروجوا لأفكارهم الطائفية في الجامعات العراقية. فهو قرار طائفي خطير جدا لأنه يتسبب بإثارة الفتن الطائفية والأفكار الدخيلة داخل أروقة الجامعات. هذا القرار هو صادر بالأصل من العتبة الحسينية داخل ديوان الوقف الشيعي. والقرار محصور على مبلغي العتبة الحسينية، بمعنى أنه لا يسمح للعلماء ودعاة السنة مثلا أو أي جهة أخرى أن يقوموا بالتبليغ أو الدعوة في الجامعات، بل حتى أساتذة الجامعات أنفسهم في التخصصات الشرعية الإسلامية لا يسمح لهم بإلقاء المواعظ الشرعية، مع أنهم أساتذة وفي نفس الجامعة وفي نفس الكلية وهم معروفون بتوجهاتهم عند الإدارة، إدارة الجامعات، وبأفكارهم، ولكن لا يسمح لهم، ويؤتى أشخاص لا تعرفهم إدارة الجامعات ولا حتى الوزارة، ويسمح للعبث من خلالهم بأفكار الطلاب. فعندما يسمح للمبلغين من الطائفة الشيعية مثلا بالتبليغ دون غيرهم وممارسة الإقصاء والتهميش على غير المبلغين من العتبة الحسينية، أليست هذه هي الطائفية بأبشع صورها؟ بطبيعة الحال هذا طبعا يعكس الصراع السياسي والمذهبي والطائفي داخل العملية السياسية البائسة. فالغاية إذن هي السيطرة ليس على إدارة الجامعات وحسب، وليس على الكليات فقط، وإنما حتى على الطلبة وتوجهاتهم وأفكارهم، وهذه ستخلق مشكلة كبيرة داخل الجامعات العراقية. طيب، وضحت الصورة. دكتور محمود، نرحب بك معنا. أهلا وسهلا. ما الذي ستضيفه خطوة السماح لرجال الدين بالتبليغ في الجامعات؟ ما ستضيف هذه الخطوة إلى العملية التعليمية وهي منظومة مهمشة بالكامل في العراق؟ بارك الله فيك، أشكرك أخي العزيز. أيوة. وشكرا لاستضافتك اليوم، وتحية لك وللمشاهدين والدكتور ثامر العلواني. أهلا بك. ضيفك من عمان. الحقيقة القضية يعني تحتوي على يعني مسألتين مهمتين، أو الأولى استراتيجية والثانية سياسية. الاستراتيجية وتحتوي على الكثير من المسائل، منها القضية القانونية والقيمية والأخلاقية والاجتماعية والتعليمية. ونرى أن هذا القرار الحقيقة مخالف استراتيجيا في كل القضايا التعليمية والقانونية والأخلاقية والقيمية في المجتمعنا. أولا، فرض هذا الموضوع على الجامعات قانونا لا يجوز. ثانيا، اتخاذ القرار من قبل الوزير قانونا لا يجوز. يعني ممكن أنه العتبة تقدم طلب لأي سبب من الأسباب، لكن هذا غير ملزم للوزير أن يقبل به. لكن في هذه الظروف التي نعلم من يقود العراق اليوم، تقوده مجموعة من الميليشيات، نستطيع أن نفهم كيف يتم اتخاذ القرار. هذا الموضوع الحقيقة قيميا وأخلاقيا واجتماعيا لا يجوز أن تفرض على طلاب جامعات فيهم أطياف مختلفة، فيهم حتى من هو الحقيقة ليس متدينا، أن تفرض عليه أن يأتي شخص من جهة معينة. هذه الجهة ليست مخولة تعليميا، ولا من وجهة نظري أيضا مخولة دينيا، لأن هذه الجهة هي تختص في إدارة المراقد ولا تختص في القضايا التعليمية. والدليل أنها إلى عام 2003 لا أحد يعرف عنها أنها جهة تعليمية، لكن بعد 2003 تدخلت في الجامعات، أصبح لديها نصيب من بعض الجامعات اللي بين قوسين أقول أنها طائفية لأنها تابعة لمؤسسات طائفية. وهناك قضية سياسية مهمة جدا. احنا الحقيقة انا اتوقع وانبه كل المشاهدين اليوم اننا راح نسمع مثل هذه الأحداث كثيرة جدا في الأيام المقبلة.
يراد منه الحقيقة تلهية في الشارع العراقي الذي تنبه جدا إلى ما يحدث في داخل العملية السياسية من انهيارات كبيرة، وأنه يبدو هؤلاء الذين يعملون في العملية السياسية لا يريدون مثل باقي العصابات المعروفة في العالم أن يتنازلوا عن أحد أركان هذه العملية السياسية ويسقطوه بديلا للعملية السياسية يصبح يعني كبش الفداء مثل المالكي، لا يريدون لهذا الموضوع أن يكون. لذلك اليوم راح نسمع الكثير من الأشياء والفتن التي تأخذ النظر الشارع العراقي إلى غير الاتجاه الذي ينبغي أن يكون عليه في هذا التوقيت تحديدا. إذن هي عملية تشتيت الشعب العراقي عن ما يدور بالعملية السياسية. نعود إلى دكتور ثامر. دكتور ثامر، لدي سؤال من شقين. الشق الأول، ما علاقة ديوان الوقف الشيعي حتى يصدر قرار إداري بإفساح المجال لرجال العتبة الحسينية بالتبليغ داخل الجامعات؟ وكلا المؤسستين على قدم المساواة من الناحية الإدارية. الشق الثاني، يعني هل يجد الوقف الشيعي أن الطلبة اليوم أصبحت في عزوف عن الاقتداء بالمراجع بعد استشراء الفساد؟ ووجود المراجع اليوم هي ظهير لكل الأحزاب السياسية التي يعني رعت هذا الفساد. قطعا مثل ما تفضل ضيفك الكريم جزاه الله خيرا، وبين الأمر أنه لا يوجد سند قانوني لهذا القرار أبدا. لو كنا نتكلم بإطار بلد يحترم مؤسساته واستقلالية التعليم فلا يوجد هناك سلطة لديوان الوقف الشيعي على وزارة التعليم العالي. فالسياقات المعروفة أن القرارات تصدر من وزارة التعليم بحسب توصيات اللجنة العليا أو مجلس رئاسة الجامعات كما هو موجود في عدة دول، أو من يوازي هذه اللجان، أو حتى من مجلس الوزراء بتوصية من وزارة التعليم أو الجهة العلمية داخل وزارة التعليم. أما أن يصدر كتاب من ديوان الوقف الشيعي وعن أثره يصدر تعميم للجامعات من وزارة التعليم فهذه فوضى ومهزلة. ولكن إذا عرفنا أن الوزير هو تابع لتحالف الفتح، تابع لمنظمة بدر، فسنفهم أن الموضوع طائفي ولا يخضع لأي قوانين إدارية. ولكن إداريا لا يمكن تبرير مثل هذا القرار، يعني حتى لو كان ينتمي إلى الفتح. أنا لا أبرر، وإنما أقول إذا عرفنا أن وزير التعليم هو تابع لمنظمة هذه العاملة، خلص يعني بان الأمر بأنه وضع طائفي وأن الأمور تجاوزت كل القرارات والقوانين الإدارية. طبعا هناك أمور كثيرة تدل على التدخل الساخر لديوان الوقف الشيعي للجامعات العراقية. مثلا الرسائل العلمية في الجامعات تذهب، يجب أن تذهب إلى ديوان الوقف الشيعي لتقييمها، وهذا أمر أيضا في غاية الخطورة، بالإضافة إلى أنه سيساهم في تراجع مستوى البحث العلمي الذي هو متردي من أصله بسبب الرسائل المتعلقة بالمواضيع الدينية، أم رسائل بصورة عامة؟ كل الرسائل تذهب إلى ديوان الوقف الشيعي، بمعنى أن هناك سلطة أعلى من سلطة من وزارة التعليم وهو ديوان الوقف الشيعي. وهذه طامة كبرى أنك تجعل وزارة التعليم تابعة لمؤسسة دينية ديوان الوقف الشيعي. لماذا لم نجعلها تابعة لديوان الوقف السني؟ يعني ما الفرق؟ لماذا هذا الأمر؟ فإذا نحن نتكلم عن إجراءات ليست قانونية وليست شرعية، وإنما هي إجراءات طائفية إقصائية تدل على أن هناك توجه واضح لهذه المؤسسة بالاستحواذ على كل مؤسسات الدولة بعيدا عن التقييم وبعيدا عن الاستقلال وبعيدا عن الجودة في الجامعات العراقية التي مهمة في تقييم الجامعات العراقية دوليا. الشق الثاني من السؤال، يعني الطلاب اليوم ربما في عزوف عن الاقتداء بالمراجع بعد أن كانت هذه المراجع ترعى الأحزاب الفاسدة في العراق، فبالتالي تريد أن تؤثر عليها بعد أن فقدت الاقتداء بها. حقيقة نحن نعلم جميعا أن المجتمع الشيعي قال كلمته، وخصوصا منذ 2019 قالها بوضوح، كان يقولها ولكن لا تسمع. أما ثورة تشرين أسمعت العالم جميعا هناك عزوف شيعي تجاه المراجع الدينية، هناك عزوف شيعي عن اتباع الأحزاب، بل وقفوا بكل صراحة وبكل قوة، وقتل منهم آلاف وجرح منهم عشرات الآلاف في سبيل إيصال كلمتهم، وأوصلوها سواء المراجع الدينية سواء العتبة الحسينية سواء الأحزاب سواء الميليشيات، كلها وصلت من المجتمع الشيعي بأننا رفضناكم جميعا ولا تمثلوننا، وإن بأنكم تبحثون عن مصالحكم. 20 سنة، عقدين من الزمن، لم
يصلحوا مؤسسة التعليم في انحدار، الصحة في انحدار، في انحدار، لا يوجد ماء، لا يوجد كهرباء، لا يوجد شيء، لا يوجد أي مقومات للحياة في العراق. فإذا نحن نتكلم عن شعب الآن هو يطحن طحنا من خلال أحزاب الحكومات المتعاقبة التي تدعمها بعض المراجع الشيعية. نعم دكتور، نعود إلى دكتور محمود، برأيك ما الذي سيترتب عليه تعليميا واجتماعيا إذا ما مضى هذا القرار ونفذ وأصبح طلبة الجامعات يسمعون خطبة طائفية على غرار خطب المعممين خارج الجامعة؟ شكرا مرة أخرى. وأنا أعتقد طبعا أنه ليس فقط هذا القرار، كل القرارات المتشرعة الآن التي يعني سوف تتخذ لأسباب سياسية وليس لأسباب خاصة بالقرار نفسه، هذه كلها راح تسقط هذه القرارات. لكن نحن أيضا نرى أنه التخبط اللي موجود في البلد الآن سوف يؤدي فيما يؤدي إليه الحقيقة إلى تنفيذ بعض القرارات، حتى وإن كانت هذه القرارات الحقيقة تشوبها الكثير من يعني من الشكوك. نعم. لكن أقول أنا أن هذا القرار إذا ما نفذ الحقيقة هذا سوف يزيد من سخط الشارع العراقي، سوف يزيد من سخط الحقيقة كل المنتمين المهنيين المنتمين للنقابات التي لها علاقة بهذا الموضوع. وأنا أدعو هذه النقابات، أدعو جمعية الأساتذة العراقيين التدريسية العراقيين، أدعو جمعية أو نقابة المعلمين، أدعو نقابة الصحفيين، أدعو نقابة المحامين إلى أن يتخذوا إجراءات متشددة ضد تطبيق هذا القرار الذي هو الحقيقة لا يراد منه إلا إعادة الفتنة الطائفية من جديد، لأنهم هم يعرفون الآن بقائهم في السلطة اليوم، هذه العصابات تعلم أن بقائها في السلطة هي إعادة نغمة الطائفية من جديد الشارع العراقي، هذه النغمة التي قضى عليها التشرينيون قضاء مبرما ودفنوها مع 25 تشرين عام 2019. لذلك أنا أدعو إلى كل الجامعات أن تقف ضد هذا القرار ولا يسمحوا بتنفيذ هذا القرار، وبالتأكيد ستنفذه بعض الجامعات التي هي محسوبة أساسا على هذه التيارات الطائفية. وإن أقول لهم أخيرا، هذه المحاولات لإعادة إحياء ما يسمى بالأحزاب الإسلامية أو أحزاب الإسلام السياسي قد سقطت ولا يمكن لها أن تعود مرة. طيب دكتور ثامر، هل ينظر المجتمع الشيعي اليوم إلى هذه الإجراءات الطائفية ربما أنها تأتي ضمن إجراءات حماية المذهب كما قال المالكي في تسريباته الأخيرة؟ حقيقة المجتمع الشيعي كما قلت لك سابقا أبدا هو لا ينظر للأمر من هذه الزاوية، لأنهم ثبت بالدليل القاطع أن هذه الأحزاب هي تتسلط عليهم، هم يسبقونهم باسم المذهب. فضائح التسريبات كافية لأن تجعل هؤلاء يختفون من الساحة السياسية وغيرها. ولكن لأنهم لا يملكون قطرة حياة فهم لا يهتمون لفشلهم ولا يهتمون لفضائحهم. الدولة مبنية على المحافظة الطائفية والعرقية، كل وزير يأتي من حزب معين يفعل ما يحلو له من غير تخطيط وخطة عمل متفق عليه. المهم هو أن يجعل هذه الوزارة حزبية طائفية، الموظفون يخضعون للفكر الطائفي، أو أن يجعل الموظف يسير وفق ما هو مطلوب منه بالاتجاه المعين الذي يريده الوزير، بعيد كل البعد عن تحقيق المعايير العالمية للجودة والتعليم في العراق. فإذا نحن لا نتكلم عن أمور طبيعية، نحن نتكلم عن قرارات هي طائفية بامتياز تأتي في وضع استثنائي لا يمكن الصبر أو تحمله أو السكوت عنه. طيب نعود إلى دكتور محمود، هل تعتقد أن وزارة التعليم العالي سترضخ لمثل هذه القرارات الطائفية وتتحمل مسؤولية تشويه وضياع التعليم العالي في العراق؟ هل يمكن قبول تبريرها لقبول مثل هذه القرارات؟ لا، هم يعني كل الوزراء يعني ما اريد الحقيقه استثني احد، لانهم يعني هم جاءوا من ماكينه واحده. لا، كل الوزراء ساهموا في تخريب التعليم العالي العراقي. التعليم العالي العراقي اليوم مخرب، يعني لولا جهود بعض الجامعيين الذين يريدون ان يبقى التعليم العالي قائما لما بقي شيء اسمه التعليم العالي. نحن في الخارج نعرف أساتذة ونشرف على الدراسات العليا ونعرف ما هو المستوى الذي يأتينا للخارج الآن حتى يكمل بعض الدراسات،
يكمل الماجستير او الدكتوراه. الان العوائل العراقيه اذا صار عندها يعني كم فلس تبعث بابناء الخارج حتى يكون الدراسات، سقطت اسماء الجامعات الكبيره من قوائم الجامعات المحترمه في الخارج، الجامعات العراقيه الكبيره. ولذلك هذا الموضوع الحقيقه سيساهم فيه هؤلاء الوزراء، لانه مثل ما قال ضيفك من عمان ان هذا الوزير طالما انه هو من ضمن مجموعه منظمه بدر سيعمل اي شيء من اجل الحصول على مقعد اخر او دعم من العتبه الحسينيه. نعم. او غير ذلك. طيب دكتور ثامر، الهيئه دعت الجامعات كما ذكر الدكتور محمود الان، يعني يجب على الجهات الحكوميه وايضا المنظمات ان تقف بوجه هذا القرار. الهيئه دعت الجامعات الى التصدي لهذا القرار وعدم الانصياع له ولمن اصدره. هل الجامعات العراقيه القدره على الوقوف في وجه هذه المؤسسات المسنوده بالميليشيات والاحزاب؟ لا شك ان الجامعات العراقيه تعرضت منذ غزو الاحتلال الى انتكاسه كبيره، ولا سيما في بسبب النفوذ الواسع الذي تحظى به الميليشيات والحزاب الطائفية. الواقع يقول أنه من دون إزالة السياسات الطائفية وتحسين البيئة التعليمية بكاملها لا أعتقد بأن هذه المشكلة تنحل. ولكن لا يوجد وسيلة أمام إدارة الجامعات وأساتذة الجامعات إلا بتقديم مصلحة التعليم في العراق. نعم. لأن الوضع وصل إلى أسوأ مرحلة، الجامعات أصبحت وسيلة لمنح الشهادات، وهذا أدى إلى انتشار التزوير وسرقة البحوث، البحوث العلمية غير معتمدة دوليا. نعم. فإذا لا يوجد حل أمام الأساتذة أمام إدارة الجامعات العلمية النزيهة إلا أن تقف بوجه هذا القرار، خصوصا أنه هذا القرار مثل ما تفضل الدكتور محمود هو لا يخضع لقانون، وهو بسهولة وبإجراءات قانونية يمكن أن يلغى. هذا امر. الامر الاخر، نحن اذا اصبحنا يعني نظره بسيطه الى الجامعات العراقيه وعندما يكتشف الاساتذه العراقيون بان المجلات العراقيه اصبحت لا قيمه لها، وهناك يعني قرات قبل سنه ان مؤسسات دوليه اصبحت تصرح بانه لا تعتمد المجلات العلميه العراقيه، فقط هناك اربع مجلات اعتمدت. فيما ان في الوقت نفسه تقول وزاره التعليم انها تملك 237 مجلة علمية. هذا يعني أنه إحنا نتكلم عن 233 مجلة علمية غير معترف بها دوليا لأنها غير خاضعة لمعايير الجودة. فوضع البحث العلمي، وضع الجامعات في العراق هو الأسوأ ضمن الدول الموجودة، بالرغم من أن العراق كان يمتلك عدد لا بأس به من العلماء، يمتلك عدد لا بأس به من المجلات مع رغم الحصار الذي مر به العراق، ولكن بقي التعليم في العراق صامد وينافس بعض الدول حتى القريبة منه. فإذا نحن نتكلم عن واجب الأساتذة والإدارات النزيهة التي ما زالت تحافظ على سمعتها وتخشى على مستقبلها وتاريخها أن تقف، واجب عليها أن تقف بقوة أمام هذا القرار الجائر الطائفي الذي هو إحدى وسائل الإقصاء والتهميش في المجتمع العراقي. نعم دكتور ثامر. دكتور محمود، في هذا السياق بالتحديد، يعني العراق خرج من التصنيف العالمي للتعليم العالي والتعليم في العراق في انحدار، هل هذه الخطوة كانت هي المنتظرة من أجل النهوض بواقع التعليم في العراق وواقع التعليم في الجامعات والمعاهد؟ لا، هناك فرق كبير بين من يقرر هذه، يعني بين عقلية من يقرر هذه القرارات وبين عقلية حضرتك تتحدث عنها، اللي الإنسان يفكر كيف يصلح واقع التعليم العالي حتى لو تأخر إلى هذه الدرجة، لكن لابد من وجود عقلاء يجتمعون يرون أنه بالإمكان أن يحسنون من واقع التعليم العالي لتحسين صورة الجامعات مرة أخرى بالعالم، من أجل أنه طلبة العراقيين عندما يخرجون للعالم يعترف بشهاداتهم من حيث الحصول على العمل، فرص العمل، ومن حيث الحصول على فرص الدراسة. هذا الاختلاف بين الواقعين بين العقليتين لا يسمح الحقيقة لأنه تناقش مثل هذه القرارات في مقرات وزارة التعليم العالي التي امتلأت طائفية الآن، وغيرها من الوزارات عندما نأتي لوزارات القطاعية الأخرى مثل الصناعة والزراعة، هذه الوزارات أصبحت أماكن لتخريب. عندما يأتي الوزير ممثلا لحزب معين هو أداة لتخريب
تلك الوزارة وليس العكس. لذلك همنا الأول والأخير أن يخرج منها بعدد معين من الصفقات التجارية التي تفيده شخصيا وتفيد حزبه، ليس أكثر من ذلك. لذلك ليست هناك عقلية لدى هؤلاء الوزراء حتى وإن جاءوا بناس يسمونهم بكفاءات الاقتصادية وعفوا الكفاءات العلمية ويأتون بهم، هؤلاء سوف يكونون الحقيقة يعني محصورون بمجموعة من السياسات ومجموعة من الموظفين التي وظفتها الميليشيات في هذه الوزارات، لن تسمح للوزير أن يتصرف بأي تصرف حتى ولو كان هذا الوزير الحقيقة من ضمن الكفاءات أو ما يسمى بين قوسين التكنوقراط. لذلك أنا أعتقد شخصيا أنه أنا لا أنتظر من الحكومة شيء، أنا لا أنتظر من الوزارات شيء، أو هذا دليل أن الوزير التعليم العالي يروج لجهة على حساب الجهات الأخرى، يروج طائفيا لمكون على حساب مكونات أخرى. هذا الوزير أنا لا أستقبل منه الحقيقة أي معلومة، لأنه أعتقد اعتقاد كامل أنه هذا الرجل مخرب وليس مساهم في عملية التحسين. لكن مثل ما قال ضيفكم، لابد أن هناك حقيقة بعض الإدارات الجامعية النزيهة التي ينبغي أن ترفض مثل هذا القرار، وأمر بسيط يذهب إلى المحكمة الإدارية ويقول أن هذا القرار يعني أشكك في صلاحيته للتنفيذ لأسباب الواحد اثنين ثلاثة، ويستطيع أن يأخذ القرار من المحكمة الإدارية حتى ولو يعني كانت المحكمة الإدارية ما تكون، لأنه الحقيقة قرار غير ملزم، جاء بطريقة غير قانونية وغير أخلاقية، ولا ينم عن واقع عمل الجامعات. الجامعات لا تعمل بأوامر الوزارات التعليم العالي إلا في القضايا الإدارية، القضايا التعليمية مختلفة تماما. لا ينبغي، أنه أنا أتذكر عندما كنا في الجامعات قبل 2003 لم يكن لأحد أن يتدخل، لا وزير ولا رئيس وزراء ولا رئيس جمهورية، لكن هؤلاء أصبحت السلطات متشابكة ومشتركة. نعم، نشكركم الشكر الجزيل. من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني، نشكركم الشكر الجزيل. وكذلك من كوالالمبور عبر الهاتف أيضا الأكاديمي والباحث السياسي دكتور محمود المسافر، نشكره وجودكما معنا.